لغوي في تركيب العربية بين الطلب والرفض. اسم الباحث دكتور بدر بن سالم بن جميل السناني، جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، كلية التربية بالرستاق، سلطنة عمان. مدخل البحث: لما كانت الوظيفة التواصلية بين المرسل والمرسل إليه هي الوظيفة الجوهرية للغات، سعت اللغات المختلفة بشرية كانت أو آلية إلى إزالة الالتباس من تراكيبها ومحاولة دفعه بما تمتلك من أدوات، لأن اللبس في أصله ممنوع أبدا لمنافاته القصد من وضع اللغة. وقد صرح علماء العربية وهم يصوغون قواعدهم بهذا المبدأ كقولهم: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، ومنه قولهم: ويجب مراعاة المعنى إن حصل بمراعاة اللفظ لبس أو قبح. إن علماء العربية مدركون أنه ليس كل لبس في العربية مردودة، بل هناك مواطن في بعض تراكيب العربية اللبس فيها أصل والوضوح طارئ عليها يشين المقصد منها، فاللبس يأخذ من حيث الدلالة أحد شكلين، وهذان الشكلان هما: الأول اللبس عادي عفوي يحصل دون رغبة المتكلم، والآخر لبس إنشائي إبداعي مقصود في ذاته. صور اللبس في العربية، وهو المبحث الأول: لم ينكر أحد من الباحثين في العصر الحديث وجود اللبس في درسنا اللغوي قديما وحديثا، فقد يأتي اللبس إبهاما وتعمية، وقد يأتي مقصودا مرادا، حيث يعطي الغموض دلالة جمالية فيكون بموجبها فنا كالتورية والكناية. وهذه بعض الأمثلة مما قاله الخليل بن أحمد مما يمثل فيه الغموض فنا. المبحث الثاني: من وسائل العربية في رفع اللبس من مستوياتها، سعت اللغات المختلفة إلى إزالة الالتباس ورفع الغموض من تراكيبها ومحاولة دفعه بما تمتلك من أدوات، حيث يقر علم اللغة أن قضية اللبس المعنوي في اللغة هي جزء من أي لغة بشرية، وتحدث بآليات مختلفة من لغة إلى أخرى، والغموض في أي لغة يقع في مستويين: يقع في مستوى الألفاظ، ويقع في مستوى التراكيب. بحثت اللغات كافة عن الأدوات المزيلة صور اللبس الحاصل في مستوى الألفاظ، كاستخدام التعريف والتنكير، التقديم والتأخير، الحذف، التكرار، العلامة الإعرابية، التمييز بين المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع، القلة والكثرة، والصفات العارضة، الصفات الملازمة. كما تمتاز العربية بدقة تصريف أفعالها وبضبط ألفاظها. ومن الوسائل التي اعتمدتها العربية لإزالة اللبس ضمير الفصل، كقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فلو افترضنا خلو النص من هذا الضمير لاحتمل النص، أو لاحتملت كلمة الأبتر موقعين هما، تكون نعتا بكلمة شانئك على التغليب، ومن ثم تجد أن النفس تتشوق إلى مجيء الخبر. والاحتمال الثاني أن تكون الكلمة كلمة الأبتر هي الخبر. يتعذر تمثيل المفاصل الصوتية والتنغيم في المستوى الكتابي، فيعتاض عنهما بعلامات الترقيم،
التي تعمل على انفساخ نسيج التركيب وتعيين المعاني النحوية، ومن ذلك ما يتجلى في قولك لا بارك الله فيك. فهذه الجملة بهذه القراءة ملبسة، حيث تحتمل لا بارك الله فيك جملة واحدة دعاء وهو ذم، أو أن نقول لا بارك الله فيك جملتان والثانية دعاء بالخير والبركة، حيث نقف على كلمة لا. قد يرفع اللبس بالاعتماد على التقديم والتأخير كقولك الحق على عائشة، قد يلتبس عند المتلقي بعبارة الحق على عائشة، ولكن هذا اللبس يزول عند تمثيلها كتابة أو بالاعتماد على التقديم والتأخير كأن نقول على الحق عائشة أو عائشة عليها الحق. من وسائل رفع اللبس الآتي من اشتباه الصفة بالعلم الاعتماد على التنوين، مثلا هذه راجحة، هذه الجملة الآن ملبسة، فلو قلنا هذه راجحة أصبحت راجحة الآن لا ليست علم، وإنما هي الآن بمثابة الصفة وهي خبر، وهذه راجحة، إذن هذه اسمها راجحة. وقد يزول اللبس بوضع علامة الهمزة، فلو قلت ابتسام، اعتصام، اقتباس، هذه كلها مصادر، وتقول ابتسام، اعتصام، اقتباس تصبح أعلاما وهي ممنوعة من الصرف. تنبه اللغويون إلى أن بعض العوارض التصريفية تفضي إلى اشتباه، كما في قولك ما أجمل ظهور الخيل، فالجملة التعجبية متعددة الدلالة، فهي صالحة أن تكون الظهور جمع ظهر أو مصدر الفعل ظهر، ولذا يمكن أن نعود إلى الجمع فنقول ما أجمل أظهر الخيل أو ما أجمل ظهران الخيل، للدلالة على الكثرة هنا وللدلالة على القلة في كلمة أظهر في الأولى. في باب النسب عرج بعض اللغويين على مسألة النسب من عبد مناف، من عبد مناف وعبد الأشهل، فقالوا منافي وأشهلي والقياس بالضد، ولكنهم خالفوا القياس وفاء بالقصد الأول من اللغة وهو الوضوح، وذلك أن قولهم عبدي اشتبه بالنسب إلى عبد القيس وعبد الأشهل، ولهذا قالوا منافي وأشهلي. من العوارض التصريفية سقوط مورفيم التاء المميز للجنس في قوالب مخصوصة كالصفات الخاصة بالإناث نحو حائض، طالق، مرضع، كاعب، ناهد، وكل ذلك صفات لا تصبغ على المذكر، لا يوصف، يعني لا يوصف بها المذكر، ولما يخاف لبسا أسقطت التاء، بمعنى لما كانت هذه الصفات خاصة بالإناث ولا تجري على الذكور كان بالإمكان إسقاط التاء، ولهذا لا نسقط التاء في حالة لو كان هناك لبس، ولا تسقط التاء في التفريق بين كريم وكريمة، طويل وطويلة. في مطلب الحديث عن الترخيم لم يجيز اللغويون ترخيم جمع مذكر سالم لئلا يلتبس بالمفرد، ولا يجوز ترخيم المنسوب مطلقا نحو زيدي، وذلك أنه لو كسر زيد لالتبس بالمضاف إلى الياء، ولو ضم لالتبس بنداء المنسوب إليه. أيضا في الحديث عن التركيب أو اللبس في إطار التركيب فهو كثير، ويمكن أن يرفع بالعودة إلى التحويل وإعادة الصياغة، فضلا عن تمكن ابن اللغة من رفع صور اللبس. فقولنا نصحت لأختي أن تبقى مع أمي لأنها مريضة، يمكن رفع اللبس بالعودة إلى الأصل، أقول نصحت لأختي أن تبقى مع أمي لأن أمي مريضة، أو نصحت لأختي أن تبقى مع أمي لأن أختي مريضة. فقد يرفع اللبس بالاشتراك الكتابي المتمثل بالأقواس كما هو واضح في المثال، ومن ذلك يعني نقول لأنها وبين قوسين أضع أمي، أو بالاشتراك المتمثل بالجمل المعترضة كقولنا لأنها أعني أمي مريضة. أيضا الإضافة مجلبة للبس في بعض المواضع كقولك محمد يحب زيارة الأصدقاء، هذه الجملة ملبسة، وبمكنة المرء أن يعيد الجملة إلى البنية العميقة ليغدو الكلام مستبينا،
فتقول محمد يحب أن يزور الأصدقاء أو محمد يحب أن يزوره الأصدقاء. أما اللبس الآتي من المستوى المعجم كاختلاف اللهجات والمشترك اللفظي ومنه الأضداد والمجالات الدلالية والدلالات العائمة، فابن اللغة الأصل يستطيع أن يميز بينها. خاتمة البحث: استطاعت اللغة معالجة ظاهرة اللبس بتراكيبها بوسائل مختلفة لاختلاف أنظمتها، ويستطيع ابن اللغة أن يلجأ إلى الحدث، ويمكن الاتكاء على معونة سياق الحال وتكامل السياق في رفع كثير من صور اللبس الحاصل في تراكيب العربية، أو اللجوء إلى حقائق الحياة ومنطق الأشياء في العالم الخارجي، والاستدراك الكلامي بالجمل المعترضة وإعادة النظر في هيئة النظم. هذا، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.